وفيما يتعلق بالأزمات المالية فإننا لم نقف مكتوفي الأيدي، إذ قمنا بإصدار العديد من القرارات الوزارية التي تضمنت تشكيل فرق عمل متخصصة تضم خيرة شباب هذا الوطن من القيادات الوسطى بالوزارة، تكون مهمتها وضع خارطة الطريق تنفيذية واضحة المعالم، تهدف إلى متابعة كافة الملاحظات والمخالفات المالية الواردة من الجهات الرقابية بالدولة خلال السنوات الماضية، والعمل على تجاوزها وتفاديها في كافة إجراءات وتعاملات الوزارة المالية. كما نود أن نوضح بأننا قمنا بتقديم طلب لعقد اجتماع المجلس الدفاع الأعلى، والذي تم من خلاله إقرار ميزانية التعزيز بتاريخ 24 يونيو 2021. كما أن لجنة الميزانيات في مجلس الأمة قد أفادت في كتابها المرسل من قبل معالي رئيس مجلس الأمة بتاريخ 2 يناير 2019 بأنها لم تستلم للسنة الثالثة على التوالي الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية المخصصة لوزارة الدفاع. وعليه قمنا مع فرق العمل المختصة بالوزارة بتنفيذ جميع الالتزامات والانتهاء من إعداد الحساب الختامي لجميع السنوات السابقة وتسليمها لمجلس الأمة بتاريخ 23 سبتمبر 2021. وما كان يكتب لكل هذه الجهود التوفيق لولا فضل من الله عز وجل وعزيمة وإصرار الكوادر الوطنية العاملة في وزارة الدفاع.